مختلف هو ايش مطلوب باش يروح هذا غفان ايش مطلوب يروح حق ينوح اصح غازو يعني ايش كيفاش مطلوب غانو مطلوب باش يروح هو انه يقوم يايا واسم زين داير داخل ميناء الصيد الشركة هنا يقوم هي تسند جميع الموانئ المغربية. حنا الحمد لله من طنجة حتى القويرة مدن واحدة، ما كان لا فرق بين جنوب وشمال وغرب وشرقي، حنا واحد. هادو باغي يفرقونا على المغرب، خلونا واحد مدينة بوحدة، واحد عايشين في واحد ما نعرف ما عند ما يحسبونا كاع. كانت كاميرا كيبيعوا الحوت ديالهم داخل، كياتوا الأيام ما يقارب واحد 30 سنة وما كيبيعوا الحوت ديالهم داخل. اليوم جينا ندخلوا لميناء الصيد أنه باش نقوموا بالعمل ديالنا، فاذا تفاجئنا بالسلطات المحليه انها منعتنا ما ندخلوش، منعتنا ما ندخلوش للشركات ديالنا، السلطات المحليه ما خلاتناش ندخلوا. دخلنا بحوار مع السيد الباشا، قلنا له عطينا السبب الرئيسي لانه ما غندخلوش هذا الميناء السعيد، واللي حنا راه تقريبا واحد 30 عام وحنا خدامين هنا. قال السيد الباشا عندي تعليمات ديال السيد العامل، قلنا عطينا شي وثيقه كتثبت انه حنا ممنوع علينا ندخلوا هنا. قال لك انا ما عندي وثائق، يهضر معايا شفويا، واحد القانون ديال 2014 لا علاقه، نزيد كره، لا علاقه مع هذا الحوت المؤدى عليه. هذا ماشي سمك عبور، هذا سمك العبور انتهى في 2014. هذا السمك شري عن طريق المكاتب الوطنيه للصيد البحري، ادينا الثمن ديالو، جبنا الوثائق ديالو الثبوتيه، وجبنا لونسا المكتب السلامه الصحيه عطانا الوثيقه ديالو، وصار جينا في كاميونات اللي كتوفروا على الشروط ديال السلامه الصحيه الا وهي شهاده ديال لا تي بي. فاذا به لقينا سيد الباشا، قال لك سيدي ما غادخلوش. قلنا فين غنمشيو، غير فين غنمشيو الكاميونات؟ ما كاين حتى شي ربط، ما كاين حتى شي جواب مقنع. الله اكبر، عاش الملك، الله اكبر، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. هذا هي هذا هو البيان الشفوي، شفوي الو ما تخرجش المرسى، ما فين كاين هذا الشيء؟ حنا واش في الغابه ولا في الدوله؟ الا في الغابه هو هذا، الا في الدوله يجيب الوثيقه من وزير الداخليه. كشف كشف شعار الله الوطن الملك، عاش حقوق الانسان اخلان، الحمد لله خالق الدوله الاستاذ مالي فمن القاني غدا تا الشيء وصيغه المله ما تسلمني غدا. عيش الملك، عيش محمد الشاكي. الواقعه اللي وقعت على الاسباطه على الشهيد محسن فكري، على واحد حاجه صغيره وكانت غدير واحد الهويه، واحد الحاجه اللي هي مشكل. واليوم واحد الشخص وها كان غيدير المغرب واحد الهويه، وحنايا اليوم الالوفات ديال الناس هنايا، والالوفات ديال الناس كياكلوا هنايا الخبز، وحنايا تخلقنا هنايا على البحر، وحنايا تخلقنا على البحر، هاد الناس كاملين، وفي المرسى كاين ما يقارب 36 شركة، وفيها الخدامة، وفيها بزاف ديال الناس اللي كياكلوا منها الخبز، زائد تجار السمك والسبابة كلشي. اليوم السلطة غادي الدور ديالها كما ينبغي، علاش؟ ولما نفهم جائحة كبيرة ألا وهي جائحة كورونا كوفيد 19. ماشي اليوم أنا غادي ندخل في الحوار مع أبو المراكب ديال فيصل بلجر، لا قول لهم لا. اليوم حنايا واحد المشكل على المعالم كامل بأسره، عندو المشكل.